ما شعاع الشمس الذي يعكس ذلك البساط الأخضر؟ وما تلك الخطوات التي تحتويها ثقل السنين وتعابير الهمة والصمود، تأخذ الوالدة فضيلة كل ما يلزم وتمضي، تمضي هناك بين تلك التلال ولا ندرك ما هو الهدف من ذلك، وكم المدة المقدرة لذلك المسار الذي نرى من خلاله تباشير الخير والأمل، ثمرات وزهور، أغصان وجذور، هذا الذي نرى بين كفي الخير وفي مسارنا من دار الخير. هذه النبتة هي مقصد الوالدة فضيلة، لكن ما هي هذه النبتة وما هو السر وراها؟ إنها نبتة الجعدة التي تنبت في قمم جبال السلطنة، وهي نبتة عطرية ذات أوراق صغيرة وجذور منبسطة. أخذت الوالدة فضيلة النبتة ومضت، وبين زهور نبتة الخفي وأخذت قطرات الماء من القربة التي بردت من نسائم الهواء الجنوبي الذي لا يعرف سر مضمونه إلا من عاش هذه اللحظة. في الصيدلية الشعبية العمانية رافقت الجعدة الإنسان العماني منذ القدم، حيث كانت تستخدم لتخفيف آلام المعدة والمغص، وحديثا تستخدم لعلاج مرض السكري. توقفت الوالدة فضيلة قليلا تحت ظل شجرة السمر لتأخذ قسطا من الراحة، ولكي تكافئ نفسها بفنجان من القهوة، جمعت القليل من الحطب، وعلى نار هادئة تضع الإناء الفخاري وتضيف عليها سر نكهتها الخاصة. هنا تستقبل جمرات السمر إناء الطبخ الذي يسكب في جوفه القليل من الماء، وتعابير الوجه المتعب توحي بالسعادة لأن صاحبتها اقتربت من تنفيذ ما تطمح إليه. أضافت نبتة الجعدة وتنتظر حتى تغلي، ثم تصفيها من الشوائب وتضعها في علبة زجاجية. تكمل الوالدة فضيلة مشوارها هنا، لعل الله يجعل لها بمشوارها البركة.